النهارده سالنا الجماهير ايه التشكيل الانسب، تعال نشوف الجماهير يلا اختارت بينا. وجهه نظرك ولا وجهه نظري، وانا يلا اتوقع ان ناس كتير هتختار يشوفوا اللعيبه اللعبة الجديده. الجديده طبعا طبعا. نشوف الجماهير. واول حد عبده بيقول: اولا ارجو الاهتمام بموضوع الرسائل لانه مهم جدا، والناس اللي بتبعت دي بتفهم قوي، وتشكيلنا عواد مستوسي ونش عبد المجيد فتوح نيمار رؤى زيزو ورؤى امام وزيزو والجزيري وشيكا. ان شاء الله نكسب، واتمنى البدء بشيكا. بناخد كل الرسائل والله، كده بس واحد انت قلت صفر ليا لان تشكيل هو ما قالش حد جديد اهو. لا ده ولا انت قال يبدا بشيكا. لا انا قصدي ما لعبش اللعيبه الجديده. احمد عيد بيقول: مساء الفل، مساء الخير عليك يا حبيب قلبي. التشكيل الامثل لدينا عبد المجيد وينش عبد الغني، اكيد في حراسه المرمى عواد فتوح امام اوباما المسلوسي وشيكا والجزيري وزيزو. انت ولا معايا ولا مع احمد، بس وجهه نظرك تحترم، ودي تشكيله بعيده جدا جدا جدا. ان يعني ما اظنش هيبدا بالتشكيله دي. محمود: مساء الخير عليك يا هذا. التشكيل الانسب هو عواد وينش عبد المجيد عبد الغني ابو الفتوح عاشور رؤى حمزه المستوسي زيزو سيف زيزو سيف وشيكا، وان شاء الله كاستو سيف ميتو. انا حاسس ان الجماهير نسي تشكيل الزمالك الفتره يا جماعه، احنا بنلعب بثلاثه ورا بس. ايوه الزمالك بيلعب 3 4 3. هم خدوا اجازه مع اللعيبه بالظبط. يعني. فرح بتقول: مساء الخير يا محمد. التشكيل المتوقع من وجهه نظري عواد حسام عبد المجيد والوينش حمده المسلوسي، دي ماشيه صح اهو. فتوح امام عاشور عبد الغني وسيد نيمار شيكا وسيف الجزيري احمد زيزو، مشيت صح تشكيل 3 4 3، واحنا اكيد واثقين في اي 11 راجل وهيمثلوا الزمالك ان شاء الله هيكون على قد المسؤوليه. يعني انا فخور بوجهه نظر الناس، يعني حتى لو الناس قالت التشكيل بيكون بعيد، ولكن كلها بتكون اراء. جمهور الزمالك ذواق، وجمهور الزمالك دايما بيفهم كوره. واسال اي حد ماشي في الشارع انت زملكاوي ولا بتنتمي لاي نادي تاني وقال لك زملكاوي، هتلاقيه عارف تاريخ نادي الزمالك، عارف تشكيل نادي الزمالك، عارف فنيات كتيره جدا لفرقه نادي الزمالك.